السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ هنيين بخير، كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في مطبخ مروان جوج مع اقتراح جديد. قبل ما نبداو نقول لكم مبروك عليكم رمضان، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتو يا سيدي ربي، وترفع عنا هذا الوباء وان شاء الله ونرجعوا لحياتنا العاديه. اليوم دابا غنبداو هذا الاقتراح ديال اليوم، كنوجهوا بزاف الناس اللي عزيز عليهم كيعجبهم انهم كاينين بزاف الناس، ماشي زعما كاينين اللي كيفضلوا يستخدموا الربيع يقزبوا المعدنوس طريين وكرافس وسميتو كيديروهم طريين، ما كيفضلوهمش يديهم في المجمد. نقدم لهم واحد الطريقه يحتفظوا بها بحال القزبوا المعدنوس، المهم والكرافس يكونوا عندهم دائما طريين ودائما موجودين في الثلاجه، ما يحتاجوش كل يومين يومين يخرجوا يجيبوهم ويهلي يصابوهم، لا يتبعوا الطريقه، وهذا زعما الطريقه يتبعها بالتفصيل، وغادي دائما يكون عندهم قزبر من نفس الثلاجه هي لتحت، ما يحتاجوش يجي يديروا في الفريغو، ما يحتاجوش يخرجوا كل مره يجيبوه، وكيبقى صدقوني انه كيبقى طري جديد كيف ما درتي نهار الاول، هي تبعي الطريقه وغادي يكون عندك قزبر من نفس طري. وكان نوجه كذلك الناس اللي كيديروا في الفريغو انهم يتبعوا زعما يستغناو على هذيك الطريقه تاع الفريغو، واخا هي كتوفر الوقت ولكن انا بالنسبه ليا غير صحيه، هكا الربيع تيكون طري صحي، كتستافدي من جوج جوايه، انه صحي وفي نفس الوقت كيتعطيك البنه اكثر للاطباق ديالك واللذة. غادي نبداو الطريقه، هي سهله، غادي ناخذ قزبر معدنوس كنشدهم كنقيهم، هانتوما كيلاحظتو شتو دابا خديتهم نقيتهم، هاد الكميه هي خديتها باش زعما ندير صوب فيديو، ما ديال رمضان مازال ما صوبتهم لان الفيديو ملي يمتى مشجلاه ومازال المكتب اليوم زعما حتى لهاد الوقيته اللي حطو شديتهم ورقتهم نقيتهم منهم الربيع وداكشي كيكون غير لائق كحيتو، ودابا غادي نغسلوهم. انتما شفتوا الطريقه، ربطتهم بالتربيع هذاك القزبر بوحدو والمعدنوس بوحدو، شفتوهم كتلاحظوا لقيتهم ودوتهم واحد هذاك عويد حدا عويد صافي باش نبداو نغسلوهم. انتما تلاحظوا معايا الطريقه الغسيل، كلشي اي كاع النساء كيعرفوا كيغسلوا هذاك زعما اي هادشي، لا الربيع لا لقامه لا اي نعناع، حنا في مراكش كنقول لها لقامه، كلشي كيعرف الطريقه. ملي كنغسلوهم كنخليهم نشفو، وهانتوما تبعوا معايا المراحل وغادي تعرفوا زعما غتشوفوا كيفاش غنحتفظوا عليهم. غنغسلو المره الاولى مزيان بالماء كيكون فيه تراب بزاف، غنغسلو المره الاولى الثانيه والثالثه، كندير فيه واحد نقيطه الخل وكنشللو مزيان، يعني كنديرو في الصفايه ينشف. هانتوما شفتو البنات تنغسلو، غسلتو جوج مرات ولا ثلاثة المرات كاع، هو تحت الروبيني كنغسلوه مزيان، كيكون فيهم الربيع ولا المهم كاع الأوراق من الخضر الورقية كيكون فيهم تراب بزاف، ندير ليه نقيطة الخل ونشلو منو وكنحطو يتصفى، وكنخليه تينشف شي بلاصة لي كيكون فيها داير فيها البرد ينشف مزيان. نصيحة هو أنه ينشف مزيان باش زعما يستقليك الربيع اللي قلت لكم يبقى طري، هو النصيحه هو انه خصو ينشف مزيان. هانتوما كتلاحظوا البنات بعد ما نشف القزبر المعدنوس، هانتوما كي قلت لكم خصو ينشف مزيان، هذا السر الوحيد اللي في هذا الاقتراح باش ينجح ليك ويكون عندك كي بغيتي الربيع دائما طري في الثلاجه وما يخسرش، يبقى لك مده طويله ما يخسرش، هو انه خصو ينشف مزيان، نشوف مزيان وتبع الطريقه الثانيه كيف الطريقه كي غادي تجمعي. ناخذ ورق المطبخ، الورق اللي كنمسحو فيه بابي سيرفي ديال المطبخ، كنشدو كنطريف كنفرشوه ونحطو فوقو هذاك الربيع ديالنا قزبر ولا معدنوس اللي درتي بحال بحال ولا جمعيهم مره واحده انت واللي بغيتي، وكنلويو. نتوما شفتو كنلوي هكا
كنحاول باش نحتفظ عليه ما يدوز ليه لا البرد لا النفس لا حتى حاجه، كيبقى هكاك مجموع وقسم ما حليتي كتلقيه باقي طري وزوين. نسد الجبن لي جناب وانتوما شتو حتى الفيلم انيمونتي غنجمعو فيه، ان فيلم كيحافظ عليه ما يفزك ما توصلو حتى حاجه. صافي غنبقى ندير هاد الكمية هكا والكمية الأخرى نفس الطريقة. حتى بالنسبة للنعناع راه نفس الطريقة كنديرها أنا، إلا كان خديت نعناع كمية كثيرة حتى هو هكا كنغسلو نخليه ينشف وندير واحد الكمية اللي بتستعمل نديرها في بلاستيكة، والآخر كنجمع بحال هكا حتى يسال الأول اللي يجبد هذاك اللي مخبية. هكا كيكون دائما نقصو على النص طري في التلاجة، ما تحتاجيش بزاف اللي كيديكم عزيز عليه يشريه، يبقى زعما يكون عنده يطيب به طري ما تيعجبوش المجمد. كيبقى كيكون عندكم دائما في التلاجة، ما تحتاجوش انكم كل يوم هاي 3 ايام تخرجوا تشريو. صافي بهذه الطريقه راه كنت ملي كنت صغيره في الاعدادي كنت نشوف الوالده كديرها، هي كديرها بالثوم صوبة طريفة ديال الثوم، ما تخصين هي الغرض هكا كتشد نفس الطريقة نفس سميتو، غير هي تدير الثوم في بلاصة ورق المطبخ كتغسلهم وتخليهم حتى ينشفو وكتجمعهم في الطريف تاع الثوم. غير هي التاني ما كديرش الميكا، كدير لا ميكا لا بلاستيك لا والو غذائي حتى حاجة، كدير الثوم وكتخليهم. ولكن ما كيبقاوش لي هاد الكميه ديال زعما ديك الفطره ديال 8 ايام ولا 10 ايام، ولا كيبقى واحد المده قليله 4 ايام 6 ايام صافي وخصها تعاود لاخر. الفيلم اليمونتير كيحتفظ عليه كيقول لكم مده تقريبا ما بين 10 ايام حتى 15 يوم. صافي كنصب القزبور حتى هو نفس الشكل هكا، حتى هو ندير ليه نفس الطريقه. غنجيب لكم واحد كنت دايره مصوبه في الثلاجه ونقول لكم كي داير، عندي تقريبا اسبوع هذا ولا اكثر في الثلاجه راه قرب يسالي. هادو راه صوبتهم هير باش ما صورت الفيديو ما دي رمضان باقي ما صوبتوش، غنصوب دي 15 يوم ان شاء الله الاولى في رمضان هني ملي تقرب تسالي نصوب الاخر. هو نفس الطريقه غنجمعو ونديرهم فشي منظم ديال التلاجة ونخشيهم التلاجة هي لتحت، لا فريقو علينا بلا مجمد بلا والو. هانتوما شتا البنات هاهو عاد هاد شوية هو اللي باقي ليا نيمتا تقريبا كتر من 10 ايام وهو مصابة في التلاجة، وحطاه تنهز منه كل مره قلت ما بغيت شي حاجه كنهز نصاوب شويه ونرد لاخر. شفتو الورق كي باقي المعدنوس والقزبر باقيين طريين ما خسروش، وورق الطبخ حتى هو شفتو ما فزق ما والو ان احتفظ عليه داك فيلم اليمونتير. صافي هكا بحال شي حاجه اللي شتها بدات كبرت صفر كنحيدها. صافي هذا راه كثر من 10 ايام وعندي في الثلاجه هي لتحت ونفس الطريقه اللي تبعت. دابا البنات ما بقى لنا ندير القزبر مع الناس في الثلاجة هي لتحت، ما عندنا ما ندير بالمجمد، وغنضمنوا بان عندنا قزبر من الناس طري غادي يعطينا لذة الاطباق ديالنا وخصوصا الحريرة. بالنسبة للكرافس توا نفس الطريقة تبعوها لي هكا صوبوا هكا صوبوا الكرافس نفس الطريقة تيبقاو حتى هما طريين. دابا ما بقى ليا اني نودعكم نقول لكم شكرا على المتابعة، وكنتمنى انكم تطبقوا هذا الاقتراح زعما يعجبكم وتطبقوه. كنتسنى دائما اراء في التعاليق ديالكم راه كتهمني بزاف، واللي عجبو الفيديو يشترك في القناه ويدعمها باللي لايك واللي بارطاج الفيديو مع الاحباب ومع الاصدقاء. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.